إلى فخامة الرئيس السيد محمود عباس منهج، وبهذا نجمع على هذا المؤتمر كثيرا. وأنا أدرك أن كلمة إخواني وكلماتهم الفلسطيني معالي إخواني وزراء التربية والتعليم العرب بحاجة إلى سند من عمق العربي، وأطفال فلسطين الذين تقتلهم ماكنة الاحتلال بحاجة لمن يرعى روايتهم. ولو وصلتم هنا لرأيتم المواجهة بين جعبة الطالب الفلسطيني وجعبة الجندي العسكري على حواجز المؤدية إلى مدينة القدس، ولرأيتم أن المستعمرات مسيجة بالأسلاك من الخوف، أما قرانا ومدننا فهي مفتوحة وترحب بالكل. أجد نفسي مداعما لكل التوصيات التي خرج بها الخبراء في مؤتمرنا هذا، والتي كان للوفد الجزائري نصيب وافر منها، حيث تقدمت بلادي الجزائر بخمسة منها، وهي أولا تيسير الوصول والاستفادة من التعليم الاستدراكي بتطوير طرق التكفل بالمتعلمين، تصميم وتطوير وتفعيل مخططات التكوين الخاصة بإطارة التعليم الاستدراكي، ثالثا تطوير مناهج ووسائط تعليمية مرنة خاصة بالتعليم الاستدراكي، رابعا تفعيل التعاون العربي ما بين مختلف الهيئات التي تهتم بالتعليم الاستدراكي، خامسا وأخيرا تطوير وإدماج استراتيجيات وطرق التعليم السريع ضمن برامج التعليم الاستدراكي.